زينب، للحديث بشكل موسع عن فوائد القمح المبرعم بصيرنا نرحب بالدكتور شادي الخطيب رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي. صباح الخير. صباح الخيرات، يسعد اوقاتكم. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحي. يعني القمح المبرعم درجة تقريبا من كم سنة انه الناس عرفت فوائده، بلشت بقى تاكل قمح مبرعم. خلينا نحكي اول شيء عن فوائد القمح المبرعم، كيف ممكن يتواجد لدى الأسرة السورية بطريقة سهلة بكل بيت؟ تمام. طبعا القمح المبرعم نحن من الاسم عم ناخذ من القمح، عشبة القمح من نبات القمح، عم ناخذ جزء جنين، هو وليد جديد. ونحن مثل ما بنعرف جنين القمح او القمح المبرعم، البعض يطلق على الرشيم القمح، كل هذه المركبات هي مركبات جنينية مضادة للأكسدة، مركب فيه كمية النشاط الأنزيمي عالية جدا، يمكن الاستفادة منه مثل ما ذكر بالتقرير بالعديد من يعني مناحي الحياة، سواء لحماية الجهاز العصبي للطلاب لتنشيط الذاكرة، منع الأكسدة والشيخوخة، ونحن نعرف تفاعلات التخرب عادة هي تفاعلات ناتجة عن التعرض إما للأكسجين أو للأشعة أو لبعض المركبات الكيميائية سواء البشرة أو الجسم. ببلش الميزان، نحن في عنا ميزان بالجسم، ميزان البناء والهدم. لما بيكون الميزان البناء والهدم ببداية الحياة بيكون لصالح البناء، وبالتالي دائما في عنا تقدم للبناء على الهدم في الخلايا، على مستوى الخلايا وبالتالي على مستوى كل الأنسجة بالجسم. مع تقدم العمر هذا الميزان بيصير بميل لكفة الهدم مقابل البناء. لذلك بنلاحظ مثلا بالنسبة للأطفال موضوع ترميم الجروح، موضوع سرعة الشفاء بتكون عالية جدا. كبار السن بالعكس بياخذ وقت في عملية البناء. لذلك لما نحن بناخذ شيء جنيني من هذا النبات اللي هو نبات مهم جدا، هو نبات القمح، هذه الفائدة اللي نحن عم ناخذها، عم ناخذ فائدة سرعة البناء قياسا مع سرعة الهدم، عم ناخذ هاي يعني القدرة العالية على مقاومة الأمراض ومقاومة الأكسدة أو تفاعلات التخرب، عم ناخذها نحن مباشرة لجسمنا، وبالتالي عم نحصل على هذه الفوائد بطريقة يعني سريعة وجيدة جدا. من هنا يعني بدأت الفكرة. ممكن نحن نقول بأنه نتيجة القمح يحتوي على مركبات أوميغا المشهورة جدا، التي تعتبر من أهم مضادات الأكسدة في العالم الحقيقة، اللي هي مركبات بتخفف من شيخوخة الخلايا، سواء تطبيعها موضعيا، استخدامها داخليا، ومحصة يومية من قمح، من القمح المبرعم أو جنين القمح، فعلا بيعطينا يعني وقاية من حدوث هذه الأمراض. بالإضافة لدراسات حديثة كثيرة عن مرضى القلب، مثلا الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل قلبية نتيجة أخذهم لهذا المركب بيستفادوا بالدور مضاد الأكسدة، مضاد تجمع الصفيحات كمان له دور داعم في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى دوره في تخفيف الكوليسترول السيء اللي نحن بنسميه الـ LDL. LDL هو مركب الكوليسترول السيء صغير الحجم الذي يسبب لما بنوجد بكميات كبيرة بالجسم خلال تحليل الدم بيبين معنا في عنده الـ LDL مرتفع، بيكون هو عرضة أو هو يعني ممكن يصاب بمشاكل قلبية، أزمات في الأوعية. كيف فينا نخفف الـ LDL؟ من خلال استخدام جنين قمح والقمح المبرعم. الحقيقة بيعطي نتائج مهمة في تخفيض هذه يعني المركبات اللي لازم تكون منخفضة في جسمنا، وبنفس الوقت بيساعدنا برفع الـ HDL هو الكوليسترول الجيد أو الحميد، واللي هو نحن فعلا إذا ارتفع بجسمنا هو عامل أمان، بيخفف من إمكانية الإصابة بأزمات قلبية. وهذا نحن ممكن نحن نقوم بالبيت بتحضيره. الحقيقة اليوم عملية تحضيره تحتاج إلى قليل من الرطوبة، كمية من القطن، وضع هذه الـ يعني خلينا نحكي عن تحضيره. يعني مثل ما حكيت دكتور فوائد عديدة وغنية للقمح المبرعم، خلينا نحكي كيف فينا ندرج هاي المادة ضمن ثقافتنا الغذائية من خلال تحضيرها في المنزل. الحقيقة في عدة أشياء. نحن اليوم تحضير البراعم، القمح المبرعم بحد ذاته يمكن الحصول عليه من خلال عملية البرعمة البسيطة في
البيت اللي هي الكل بيعرفها كيف نحن منبرعم عادة العدس لما بنوضع العدس على ابتدائي بالمدارس تمام عملناها كثير نحن نفس الآلية هي الفكرة لما ببلش يطلع هالجنين قمح بدنا ناخده نحن الجزء المبرعم منه او هذا القسم اللي هو يعني جديد الولاده حديث الولاده ناخده نحن بنعزله بنحفظه بمكان بارد عمليا تحضيره جدا سهل للاستخدام اليومي نحن عم نحكي بالبيت ممكن نحن كميه قليله من القطن كميه قليله من الماء يوضع فيها الـ يعني القمح يترك لحتى يتم عمليه يبلش الانتاج مجرد ما بلش انتاج ناخذ هالكميات هي وبنعزلها وبصير في استهلاك يومي لها ممكن نحضرها نحن بشكل يومي بسيطه جدا يعني موضوع عمليه التحضير مشكلتها بالحفظ الحقيقه كيفيه حفظها ما فينا نعمل كميات ونحفظها لانه تحتاج الى اليات اخرى واضافه مواد اخرى في عده اشياء هلا في عندنا امكانيه كمان نحن نكفي ونحفظ على عشبة القمح عشبة القمح ممكن بقصيص يتم الحصول عليها هذا المركب اللي نحن بيعطينا كمان بنسميها ويت جراس اللي هي كمان لها تأثيرات مضادة للأكسدة كل هالمركبات اللي حديثة الولادة عم تكون فيها مركبات مضادة للأكسدة وهون بننبه على شغلة انه فيها جلوتين اللي عنده مشكلة مع جلوتين القمح ما فيه ياخد صحيح يعني هون كمان لازم ننتبه نحن في ناس بيكون في عنده مشكلة مع جلوتين القمح فبالتالي هم ما فيهم ياخذوا لا جنين ولا مركبات القمح بالكل لانه كلها تحتوي على مركب الجلوتين في ناس عندهم تحسس من هذا المركب اللي ما عنده تحسس طبيعة الاحوال جزء كبير من الناس ما عندهم هالمشكله هي فيهم يستخدموه يحضروه يوميا ويستخدموه او ياخذوا زيت جنين القمح اللي هو متوفر بالصيدليات اللي بيوفرنا كمان هي الفكره اللي هي كيفية الحصول على مضادات أكسدة مركبات دسمة عديدة عدم الإشباع نحن في عنا شيء اسمه مركبات دسمة غير مشبعة هاي المركبات بدي أضرب مثال بسيط لما بناخذ زيت مشبع ونتركه نحن مثل السمون والدهون مع لما بتنخفض درجة حرارته بيتصلب حتى على صحن ممكن يتصلب اليوم السمنة الزبدة الزيوت الدسمة تتصلب أما الزيوت غير المشبعة مثل زيت الزيتون زيت الكتان زيت جنين القمح بتبقى زيتية حتى لو انخفضت درجات الحرارة يعني بنضل نلاحظ زيت الزيتون بيبقى زيت مثل ما هو ما بيتحول هذا الشيء عم بيصير بجسمنا نحن لما بناخذ زيوت مشبعة دسمة عم تسبب لنا فعلا هاي المشاكل تصلب الشرايين مشاكل ارتفاع الدهون السيئة بالجسم أما لما بناخد زيت مثل زيت الكتان وزيت الزيتون وزيت جنين القمح هاي المركبات تبقى زيتية مثل ما هي وبالتالي عم ناخد زيت فيه HDL أو كوليسترول جيد بكميات كبيرة جدا بس هذا بيستخدم بأي شيء ممكن يطبخوه العالم طبعا احنا ما عم نحكي عن قلي وارتفاع درجة حرارة انه بنخسر فعالية بنخسر جزء من الفعالية لكن مع السلطات أو شيء فيها أساسية. مع السلطات مهم جدا كل شيء بوارد فينا نحن نستخدم الزيوت بشكل مفيد جدا حقيقة يعني نتائج استخدامها حتى ما بس داخليا ممكن تطبيقها موضعيا على الشعر موضوع تساقط الشعر زيت جنين القمح مهم جدا لتساقط الشعر بيمنع تساقط الشعر بيرجع بيعوض مادة الزهم أو المادة الموجودة المادة الدهنية الموجودة بجذر الشعر اللي هي موجودة بشيء بنسميه سيباشوس جلاند اللي هي غدة الإفراز الدهني نحن عندنا مشكلة دائما مع الشعر منخفض كمية الدهون وبالتالي فكرنا نحن عم ننظفه عمليا نحن عم نخلي هالشعر يصير عمره أقصر نحن المفروض نزيد كمية الدهون بجذر الشعر مش بالعكس نحن عادة نستخدم كل الشامبونات والمركبات الصابون وغيره اللي هي بتخفف الدهنية لحتى نحصل على شعر نظيف بس المشكلة هذا الشعر النظيف عم بيخسرنا شو لذلك لازم دائما يكون في عنا تعويض حصة أسبوعية من هذه الزيوت هي وزيت جنين القمح زيت الخروع زيت الزيتون تستخدم موضعيا على الشعر على فروة الرأس بتحافظ على دهنية جذر الشعر وبالتالي بتعطي إمكانية بأنه هو يكون مستمر بعطائه الأمر الآخر بالبشرة تحت العين حول المناطق حول الفم وحول الأنف بالإضافة لأهم نقطة خلينا نقول الإصابات اللي ممكن تكون متعلقة بالشيخوخة بنسميها نحن التجاعيد التعبيرية في عنا شيء اسمه تجاعيد تعبيرية نتيجة التقطيب نتيجة الابتسام نتيجة حركة العضلات تمام هي عادة يستخدم موضعيا كمان إلى زيت جنين القمح ومفيد يعني بدل جدا البوتوكس. جدا تمام هو الفكرة هو شو فكرة البوتوكس فكرة البوتوكس هو شل العضلة بزيفان سام
مادة سامة بتنحقن بالعضلة بتشلها، لما منشل العضلة ما عاد يصير في عنا ردة فعل، تعبيري أكيد ما عاد في عنا تعبير. بغياب التعبير تبقى البشرة محافظة على شكل معين، وبالتالي بتبقى وهذا يعني هذا المبدأ الرئيسي للبوتوكس. أما اليوم لما عم نحكي عن جنين القمح موضعيا، نحن عم ناخذ مضاد أكسدة، عم ناخذ تحسين لكمية خليني أقول المركبات التي تخفف من حالة الأكسدة بالمكان، وبالتالي بتزيد من مرونة الأنسجة بهذه المنطقة، وبالتالي منلاحظ البشرة بتكون نظرة ومحافظة على عمرها لفترات طويلة. وهذا اللي بيخلينا نقول لأشخاص ممكن يكون صار عمرهم بالخمسين والستين أنه بشرتهم عمرها 25. طب كيف في أشخاص بالعكس 25 منلاقي بشرة عمرها كهل بيكون. صحيح دكتور، يعني دائما بيقولونا لا تقربوا لمنطقة تحت العين. لا زيت جنين القمح ممكن تطبقه مباشرة، أو ممكن يوضع مع كمية من مركب الديكسا بانتينول فيتامين إي صبار بضمن كريم ينحط تحت العين مرة يوميا أو مرة كل عدة أيام. مزج مع الكريم آخر مع سواغ هذا ما نسميه مادة حاملة فقط. تمام، إذا ما بنحطه بشكله مثل ما هو، بدنا نحطه مثل ما هو بنعمل حصة من زيت جنين القمح مع حصتين من زيت الزيتون ويوضع مباشرة على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة، ومن ثم يتم غسيل هذا المركب مغذي جدا لحول العين والرقبة. على تجاعيد الرقبة المرات اللي هي بتكون تجاعيد يعني مهم جدا، يعني لأنه هي بتعطي صورة عن العمر. نحن حقيقة بحاجة أنه نحن نعتني بهذه المنطقة باستخدام زيت جنين القمح. أيضا هناك استخدامات أخرى، خليني أقول نضارة البشرة ككل، كل الجسم ممكن استخدامه للجلد للصدر، ممكن نحن يساعدنا بحماية البشرة من الأكسدة من ترهل الثدي كمان، يعني مهم جدا بدخل له علاج ترميمي. يمكن دكتور علاجه ترميمي. تمام هو عمليا بس له اثار جانبيه ابدا حتى. تطبيقه موضعيا ما له اي اثار جانبيه داخليا كمان، انه فقط مشكلتنا للاشخاص اللي عندهم جلوتين سنسيتيف، اللي عنده الاشخاص في ناس حساس. يمنعوا اساسا من استخدام مركبات تحتوي على جلوتين من ننبه انه ما فينا نحن نستخدمه. حقيقه بسوريا صار في عنا حتى جنين القمح او القمح المبرعم او المركبات، صار في كثير من الاشخاص اللي عم يشتغلوا عليهم، لان عمليا نحن ثقافه تقليديه. يعني انا بذكر باحد زيارات بمحافظه حما في احد المعالجين التقليديين اللي بيشتغلوا بهذا المجال سيد سامي الربيع، مشتغل على كيفيه عزلهم بعمليه القوه نابزه ومن ثم حفظهم ضمن شكل يعني مسحوب الهواء، لان عم نحكي عن حفظ، نحن بحاجه لاليه حفظ. ليش عم اقول اذا حضرنا بالبيت نحضر حصه يوميه، اذا بدنا ناخده بده يكون مفرغ من الهواء لحتى ما يتاثر، لانه سريع التاكسد نتيجه انه فيه مضادات اكسده، فبالتالي لازم نحفظه بشكل جيد. الزيت ممكن نحن نحضره حتى نحن في البيت اما بالعصر من هذه المركبات او من الجنين، او ممكن نحن نحصل على عمليه يعني ننقعه بزيت زيتون ومن ثم يتم عصره، يعني البراعم تقطع معنا نحن القمح المبرعم ننقعه بزيت زيتون ومن ثم بنتم بنضغط هالكميه لحتى نعصر نطلع الزيت اللي بقلبها، بصير عندنا زيت جنين قمح محمل على زيت الزيتون والذي يمكن ايضا استخدامه بامور كثيره. الاشخاص اللي عم بيعانوا من مشكله بالانجاب، اللي عندهم مشاكل العلاقة سواء الرجال اللي عندهم مشاكل بالعدد وسرعة الحركة وبحاجة لدعم يحتوي على فيتامين إي، يحتوي على مجموعة مهمة جدا من المعادن المهمة لعملية الإنجاب، فممكن استخدامه لدعم عملية الإنجاب. الأمر الآخر اللي عم بيكون عنده مشكلة بالحيوية بنسميه الفيرتيليتي كمان، اللي ناطرة مولود سواء بشكل طبيعي أو عن طريق أطفال أنا بيفيدها جنين القمح لا يعني نتيجة احتوائه على الفوليك أسيد اللي هو مركب مهم جدا أيضا في عملية الإنجاب والحمل. هذا من الأشياء المفيدة. مفيد أيضا بموضوع الأشخاص الرياضيين اللي بده يأخذ فترات أطول لحتى يخفف التعب ويضل مستمر بعمليات رياضية تكون يعني فيها مشقة شوي، كمان فيه يأخذ جنين القمح أو القمح المبرعم. استخدامات كثيره جدا، طلاب استخدامات وفوائد طلاب اللي فيهم ياخذوها بشكل يومي كمان. نحن عم نحكي فيهم ياخذوه هيك، فيهم ياخذوه مع الحليب، فيهم يسحقوه كمسحوق يحطوه مع مجروش او يحطوه مع مركبات اخرى. يعني فوائد كثير كبيره وقيم غذائيه عاليه. هذا بيسالك عنه كمان الاطفال ضمن غذائهم قديش فينا مهم جدا ندرج غير الاشخاص. برجع بقول كم مره انا عم كرر موضوع عندهم جلوتين، لانه يعني في عندنا مرات بيكون عندنا اطفال بيكون عندهم مشاكل بزياده الوزن، عم ينقص وزنهم بشكل كبير نتيجه
نتيجة انه هن عندهم مشكلة بكل شيء فيه جلوتين عم بيأثر عليهم. فنحن الأشخاص اللي ما عندهم هالمشكلة فيهم يستخدموه، الحقيقة فينا نحن نحضره مثل ما قلنا بالبيت، ويصير في عنا حصة يومية لكل أفراد العائلة. ممكن نحط مع الحليب، ممكن ينوضع مع العسل. يعني أنا عم بحكي عن أشياء ممكن يستخدم فيها بشكل يومي، ممكن مع المربى بشكل إنه نحن خلينا نقول حسب الموجود، خلينا نقول متوفر. يعني عشان ما يقولوا نحن بنحكي عسل متوفر وغير متوفر، المتوفر بين إيدينا. عمليا نحن حصة يومية للأطفال مفيد لحتى يعطيهم مضادات أكسدة، يعطيهم قدرة على التركيز، بيساعدهم بما نسميه يعني التروية الدموية الأفضل نتيجة مضادات الأكسدة اللي عم نحكي عنها. فنرجع بنقول نحن الأشخاص أيضا اللي عم بيعانوا أو بيشتكوا من مشاكل الأظافر، اللي بيكون في عندهم مشاكل بالأظافر ونتيجة احتوائه على هذه الحموض الدسمة غير المشبع واحتوائه على العديد من المعادن الهامة، فممكن الاستفادة منه موضعيا أو حتى داخليا من خلال شربه. الأشخاص اللي عم بيشتكوا من مشاكل العلاقة بضعف المناعة أو ما نسميه بالإصابات المتكررة بالإنتانات، يعني بنلاحظ بعض الأشخاص بيطلعوا من مرض بيفوتوا بمرض، بيطلعوا مرض بيفوتوا بمرض، عندهم خلينا نقول نحن هاي المناعة مانا كفؤة، فهو بيساعد نتيجة احتوائه على مركبات الجلوكان وبيتا جلوكان، بأنه في له مستقبلات لهذا المركب على سطح الخلايا البارعة الكبيرة بالجهاز المناعي بالجسم، فبيحفزها بيحولها من خلايا غير نشيطة إن أكتيف لمركبات أكتيف بتكون قادرة على أنه هي تواجه خلينا نقول الإصابات المتكررة اللي بتصير، خاصة بالشتاء اللي بيصير في عنا نحن إصابات نتيجة الرشح القريب، عوامل الطقس عم تأثر، أنه بتلاقي واحد دائما مريض، فهي بتساعد عنده قدرة مناعية أفضل ومناعة كفؤة لترد هاي الإصابات. وبالتالي يعني كوكبة من الاستخدامات الحقيقة اللي نحن ما فينا نحن يعني تمام 100%، وخاصة لأنه هو عم ناخذ نحن أهم نظرية أنه نحن عم ناخذ جنين جديد. نحن بنعرف حتى بي 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 يعني بأوروبا شو بيعملوا، بياخذوا خلايا من خلايا جنينية أثناء الولادة بيحفظوها لعلاج أمراض فيما بعد، يعني نحن هذا الكلام بيبقى ليعالجوا أمراض الأشخاص. فنحن عم ناخذ جنين القمح الذي يعني يحتوي على كل مضادات الأكسدة، كل فوائد القمح، كل المركبات المفيدة، وعم نستخدمها نحن بشكل يومي لحتى نحصل على الفوائد المطلوبة. نعم دكتور، سريعا آخر النشاطات لكم بالجمعية السورية للطب التكميلي قبل ما ننتقل لموجز الأخبار. تمام، حقيقة نحن بالجمعية حاليا عم نشتغل على ما نسميه تدريب المتعاملين بمجال النباتات والأعشاب الطبية. في عنا خطط عمل على تدريبهم على الأعشاب السامة والأعشاب الضارة والتشابه الأعشاب، طريقة الاستخلاص، كيفية حفظها بدون التعرض للسموم. قريبا جدا إن شاء الله رح يكون في عنا يعني ندوات تستهدف الأشخاص المتعاملين بالأعشاب، من عطارين، من أشخاص غير مختصين حابين يتعلموا بالأعشاب. فهذا التوجه الحقيقة لحتى نقدر نستفيد من خيرات البلد بشكل صحيح، وننتبه من أنه أثناء عملية الجمع ما يدخلنا أعشاب تكون متشابهة، لأنه بعض الأحيان مثل الأخوان والبابوناج بالشكل بيشبهوا بعضهم، بالفائدة في اختلاف كبير جدا. فإن شاء الله نحن هذا العمل القادم لعن نشتغله، وذلك وفق توصيات منظمة الصحة العالمية باستراتيجيتها الأخيرة للطب التقليدي، وذلك في سبيل حفظ العلاجات التقليدية في سوريا للسوريين. نعم نحن نتشكرك دكتور. هلأ الكل بده يروح يشتري زيت جنين القمح ما أنه له فوائد كثير. شكرا لك. شكرا لك. أكيد نتذكرك دكتور شادي الخطيب رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي، ودائما معلومات جديدة وصحية معك. شكرا كثير. شكرا لك.